فيديو جديد تيهضر على الموجه الصوتيه. دونك هذه الموجه هذه كثرت معايا ساهله كثرت فيها هاد الصعوبات اللي غادي نشوفوا شنو هما الحالات اللي غادي نشوفوا فيها. اول حاجه الا سمعتي فشي تمرين الموجه الصوتيه على الاقل يكون عندك هذه المعلومات. هذه المعلومات شنو هما؟ ان هذه الموجه الصوتيه راه هي بعدا اول حاجه عباره عن موجه ميكانيكيه. لون سونور او بيان لون دو سون est une onde mécanique, a besoin d'un milieu de propagation, milieu matériel élastique. Une onde sentie est une onde mécanique. Pour savoir une onde mécanique, il faut que l'on puisse transmettre une onde d'intensité matérielle qui est marine. Il peut être le gaz ou liquide ou solide. ثاني حاجه اللي تكون عارف ان لا فيتاس دو بروباغاسيون لون سونور ولا لو سون دون لي غاز اي دون لي ليكيد اي دون لي سوليد تكون عندك هذه المعلومه هذه ان في لي غاز اي انفيريور ا سيل دو بروباغاسيون دون لي ليكيد اي انفيريور ا سيل دو بروباغاسيون لا فيتاس دو بروباغاسيون دي دو سون دون لي سوليد غراس ا كوا هذا بسبب لا فورد ديالو راجع لها شي الكثافه ديال الميليو كنقول بلو لو ميليو اي دونس بلو لا فيتاس اوغمونت بروباغاسيون دو سون اكثر ما كانت الكثافه ديال الوسط كثافه الوسط كبيره باش ما كانت لا فيتاس هي كتزاد. يعني الكثافه ديال الوسط الصلب ماشي هي الكثافه ديال الوسط السائل ماشي هي الكثافه ديال الوسط الغازي. هادو كلهم معلومات يكون عندك وتكون عندك واحد لافورماسيون تي تري امبورطون. يعني لا فيتاس دو بروباغاسيون في الهواء تتساوي 340 متر بار سكوند. هادو في لي كونديسيون لا تمبيراتور بريسيون لي كونديسيون كونو تما نورمال مزيانين مقادين 340 متر بار سكوند. باغ اكزومبل لا فيتاس دو بروباغاسيون ديال لو سون في الهواء عندنا تقريبا كتوصل 1500 متر بار سكوند ديال سي دو سويت باش مازلنا هاد السوليد بلي دونس باش ما لا فيتاس دو بروباغاسيون كتزاد. يعني لا فيتاس سرعه انتشار الموجه الصوتيه في هذا الوسط كتزاد عندنا بزاف. دونك هادو معلومات على الاقل يكونوا عندك. ثاني معلومه اللي تكون عندك ان الموجه الصوتيه من الطبيعه ديالها هي واحد الموجه لونجيتودينال هي واحد الموجه طوليه على شي ان اتجاه تشويه على استقامه واحده او لا يوازي اتجاه الانتشار La direction de propagation de l'onde est parallèle à celle de la perturbation. Donc, c'est un mot pour l'IA, un mot mécanique, un mot de mécanique, un mot de mécanique, un mot de mécanique. Nous cherchons ici un deux milieux, un stimulant entre le mot de ZEF. Maintenant, nous avons fait un exemple, nous avons deux exemples d'exercice. Ça doit être le mot de mécanique, un mot de PSF 2018. 2018 كان عندنا هنا عطاونا هنا الهواء وهنا عطاونا البترول. هنا كنا خدمنا بلو ممكن نخدمو مثلا بلو هنا لا هنا بلو ولا لا ويكون عندي البترول. يعني ولكن شنو الهدف ديالنا حنا هنا ويكون عندي جوج الاوساط مختلفة وسط غازي واحد وسط سائل بلو دونس كو لا. دونك عندك هنا واحد الميكروفون او واحد ريسبتور ار ان هنا عندنا واحد ريسبتور ار دو كي يغسوا البوند في البترول هذا يغسوا البوند في الهواء. عندنا هنا واحد ليميتور ليميتور بي ان ليميتور دو هادو مالهم ايميل ميم لا ميم اوند يعني كيسيفتو نفس الموجة الصوتية. دونك لا ديستونس دو لا ا لا سي ال او بيان دي او بيان دونك عندك انت لا فالور دو هنا اون متر. الوغ لو بروبليم هنا تيعطيونا شكون اللي غادي تعطل هنا بزاف اللي غادي تعطل هنا بزاف اللي غادي ياخد الوقت هنا بزاف باش يوصلوا للار ان ولا ار دو هي لا غادي معلومه تكون عندك معلومه ان لا كيتعطل علاش كيتحرش فينا ان السرعه في الهواء 340 ان هو وسط غازي البترول هو وسط سائل يعني بلو دونس على هذا. دونك لا فيتاس دو بروباغاسيون غتكون تري رابيد يعني تري فيت باش توصل عندك حتى هنا. يعني لا فيتاس دو في البترول اي سوبيريور ا سيل دو يعني هنا الى جينا حتى هنا مثلا تي ار هذا لو طون يعني لانستون فاش توصل عندي لون توصل عندي الريسبتور ار 1 ونحطو هذا تي بي يعني تاع البترول. دونك اوتوماتيكمون غتكون عندي هنا مثلا تي بي وتكون عندي هذا تي ار. لو طون في تي ار غيكون كبار من لو طون في تي بي يعني تي ار غادي ياخد بزاف تاع الوقت. في تاتونسيونو امبليك هنا اللي بيكتب لا فارياسيون دلتا تي ايتيغال سي تي ار موان تي بي بور اتر بوزيتيف تي ار موان تي بي يعني لو طون ديال لور موان تي بي ولا هذا ما كنسميه هو الطو صافي لو روتار اونتر لي دو انستون ار 1 او بيان اونتر لي دو ريسبتور ار 1 اي ار 2. الوغ فهاد الجور ديال ليزيكزارسيس
لا تكنيك اللي هي لا بلو سامبل. شوف شنو غادي دير، حاول تخرج هاد ليكزارسيس بحال تقسمو على جوج، حاول تخرج لا فيتاس دو بروباغاسيون هنا تخطي هاد ليكزارسيس في الهواء وتعاود تخطي في البترول. ابخي دير واحد 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 بوان كومون بيناتهم. شنو هي البوان كومون بيناتهم؟ هي ال، يعني نقطة النقطة اللي مشتركة بيناتهم هي لا ديستونس. علاش؟ على ديستونس اللي بيقطع في الهواء هي نفس هاد لا ديستونس، هي المسافة اللي بيقطعها في البترول أو في الماء أو في نابورت كيل ميليو. Alors, imaginez là, on va dire maintenant, sachant que VR égale, selon la relation qu'on y aura, donc la distance parcourue L sur TR, et VP est égal à L sur TE. Donc, la distance parcourue pendant la durée nécessaire, même chose. Alors, essayez de faire sortir le TR. Essayez de sortir le TR et essayez de sortir le TP. TR, c'est L sur V1 et TP, c'est L sur V2. Voilà. Alors, regardez, il y a une L ou une L. Il y a une TR, TP. Et la relation entre TR et TP est la différence. TR moins TP est delta T. Il y a un tour, il y a le retard, ou bien la variation ou la durée entre l'air et le pétrole. Je vais prendre ce qu'il y a, sachant que delta T est égal à TR moins TP. Alors vous remplacez les deux relations. TR ce n'est que L sur VR. TR il y a L et VR déjà fait d'ailleurs. TP il y a L sur VP. Alors voilà delta T ou bien tout. Peu importe, ça dépend de l'exercice. L'exercice, la recette de l'exercice. Je vais attendre que je vais laisser mon temps de même, mais c'est mon temps de même. Je la durée ou bien le retard. Donc, vous voyez, il dit L en facteur. Je mets L en facteur, c'est 1 sur VR. Moins 1 sur VP, et voilà, c'est une question nationale avec un tel 0,75, c'est bien très simple. Et delta T auto égale à L sur VR moins VP. Voilà, ça c'est la question. Tu m'as donné les cadres de compte, tu as un cadre de compte L ou un cadre de compte delta T. Delta T est un gigant. Tu as un compte l'oscillogramme, tu as un oscilloscope, une fois tu as un oscilloscope pour la fin de l'IAF, tu as un oscilloscope qui a un la durée. Attends, comme. واحد البيرتورباسيون هنا عطاونا هنا واحد البيرتورباسيون اوتر بيرتورباسيون هنا هادي بيان سور غادي تكون كوريسبون ولا اسوسي لهاد الريسيبتور ار1 وهادي غادي تكون نو غادي تكون اسوسي للريسيبتور ار2 لان هو الاول غادي يوصل وهادي غادي تكون اسوسي للريسيبتور ار2 اللي هو الاول اخر غادي توصل علاش حيدنا ان التي ار كبار من التي بي يعني هذه الفيبراسيون هذه غادي تكون اسوسي لهذا هذه تاع البترول دي تي بي وهذه غادي تكون تي الو لا فارياسيون او بيان لو روتار الا بتحسبوها تيكون عندكم هادو لي كارو كارو هنا كارو هنا كارو هنا الا بديتي نحسب من هنا تسالي هنا ردوا البال على عفاكم ماشي تجي البال من هنا وتبدا من هنا لا الا بديتي نحسب هنا تسالي هنا بديتي نحسب هنا تسالي هنا شوف شحال من كارو عندكم عاد تضرب هذيك لا سونسيبيليتي هوريزونتال اس اش اللي كيعطيكم باغ اكزومبل اس اش الى عقلت على حسب ليكزارسيس اللي كنا درنا كان جو بونس 0.2 ملي سكوند باغ ديفيزيون الى عقلت تتحسب شحال من كارو كان عندنا دو كارو يعني غنمشي نقول لنا طو ايكال 2 ديفيزيون فوا لا سونسيبيليتي اللي عندك هي 0.1 ملي سكوند باغ ديفيزيون لا ديفيزيون غنمشي نعرف ديفيزيون بقى عندك طو هي 0.2 ملي سكوند فوالا طو راهي عندك و بيان دلتا تي بو امبورت على حسب ليكزارسيس و بيبقى لك كتخرج انت هاد في بي هادي لا كيسيون اللي كان عندكم انتم بيسي كيفاش تخرجوا هاديك في بي هاد في بي هادي تري سامبل تيبقى عندك لي تكنيك ديال الماط يعني ما تجيش تتابع و بقى عندك مشكله في الماط شنو غادي دير غادي دير لنا طو ايكال ان فاكتور ان في ان موان ان سور في بي الوغ بور فير سورتير في بي ديفيزي بار ان طو ديفيزي بار ان ايكال 1 سور في ان moins 1 sur VP. J'ai pas de VP là, j'ai un négatif, je vais positif, je vais 1 sur VP est égal à 1 sur V1. Très simple. Moins taux sur L. Après, tu vas multiplier le tout par VP et diviser par ça. Donc, je vais te dire finalement. Finalement, je vais te dire 1 sur 1 sur V1 moins taux sur L égale à VP. Et voilà, VP,
tu fais le calcul très simple, tout, vous avez déjà tout. En millisecondes, faites attention, multipliez par 10 à la puissance moins 3. L en mètres, pas de conversion. V1 est égal à 340 mètres par seconde. Être content, être comme L, être V1. Et vous faites le calcul très simple, au point final, et peu importe l'exercice qui nous répond, les deux milieux, air, pétrole, hawa, mais connaître qu'il y a un zéro, connaître qu'il y a un mètre, connaître qu'il y a un mètre, voilà.